السلام عليكم طلابي وطالباتي الصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله هناخد درس النهارده اسمه شرم الشيخ مدينة السلام. شرم الشيخ مدينة السلام. اول سؤال هيتسأل، لماذا سميت شرم الشيخ بمدينة السلام؟ يا ترى ليه؟ بسبب عقد المؤتمرات والاجتماعات الكثيرة عن السلام العادل بين الدول في شرم الشيخ. كانوا بيعملوا مؤتمرات واجتماعات كثيرة بتتكلم عن السلام العادل بين الدول. كانوا بيعملوها فين بقى المؤتمرات دي؟ في شرم الشيخ. لذلك سميت شرم الشيخ بمدينة السلام. عايزين نعرف هي تقع على البحر الايه؟ تقع على البحر الاحمر. يبقى شرم الشيخ تقع على البحر الاحمر. يلا مع بعض نشوف الدرس بتاعنا. استيقظ بكار مبكرا قبل أن تشرق الشمس وجلس على بساط الريح وقال له، أيها الصديق العزيز، أريد أن أزور أرض الفيروز. بساط الريح حدثني يا بكار عن أرض الفيروز. دي بداية الدرس بتاعنا النهاردة. عايزين نعرف في الأول كده، هي أرض الفيروز دي هي إيه؟ هي سيناء. يبقى أرض الفيروز هي سيناء. طيب عايزين نعرف بقى المعالم التي توجد في أرض الفيروز. أهم معالم أرض الفيروز محمية رأس محمد، ودي الصورة بتاعتها. يبقى أهم معالم أرض الفيروز محمية رأس محمد، عيون موسى، حمام فرعون. يبقى أهم معالم أرض الفيروز محمية رأس محمد، عيون موسى، وحمام فرعون. طب يوجد بها آثار؟ طبعا فيها آثار عظيمة. طب مثل إيه؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. يوجد بها آثار كثيرة، مثل قلعة العريش، جبل موسى، وكمان دير سانت كاترين. يبقى الآثار اللي موجودة في أرض الفيروز قلعة العريش، جبل موسى، دير سانت كاترين. ودي صورة كل آثار في أرض الفيروز. أيضا تضم محميات طبيعية. يوجد في أرض الفيروز محميات طبيعية، حيوانات وطيور ونباتات متنوعة الأشكال والألوان. يبقى يوجد بها آثار، يوجد بها معالم كثيرة، وأيضا تضم محميات طبيعية. طب يا ترى ليه بيذهبون السائحون إلى شرم الشيخ؟ تعالوا نعرف مع بعض. يذهبون إلى شرم الشيخ للتمتع بالرياضة المائية، زي إيه؟ زي الغوص، وزي إيه؟ زي التزحلق. يبقى بيتمتعون بالرياضة المائية مثل الغوص والتزحلق، وكمان ايه؟ الى جانب سياحة السفاري في المناطق الجبلية. يبقى يذهبون السائحون الى شرم الشيخ للتمتع بالرياضة المائية زي الغوص وزي التزحلق، وكمان علشان السفاري في المناطق الجبلية. المعاني بتاعتنا اللي موجودة في الدرس، معالم يعني أماكن معروفة ومشهورة. طب مفرد معالم إيه بقى؟ معلم. أرض الفيروز هي قلنا سيناء، تزلج يعني تزحلق، السفاري هي رحلات يقوم فيها السائحون بحمل خيامهم وحقائبهم. محميات هي الأماكن التي يحافظ على ما فيها من حيوانات وطيور وطيور نادرة وغيرها. طب مفرد محميات محمية. يلا نحل مع بعض التمرين ده. هنلف العجل علشان السؤال يجي. أول سؤال بيقول لي، من أهم الآثار اللي موجودة في أرض الفيروز؟ إيه هي؟ جبل موسى، قلعة العريش، دير سانت كاترين، ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق، برافو.
السؤال الثاني، معنى كلمة معالم؟ تزحلق، أماكن مشهورة، رحلات؟ هيا يلا مين يجاوب؟ أماكن مشهورة. برافو. السؤال الثالث، أرض الفيروز هي الإسكندرية ولا سيناء؟ سيناء. برافو شاطرين. السؤال اللي بعده، أهم معالم أرض الفيروز حمام فرعون، رأس محمد، عيون موسى، جامع ما سبق. أهم المعالم جامع ما سبق. سميت شرم الشيخ بمدينة السلام بسبب عقد المؤتمرات الكثيرة عن السلام العادل. الجملة دي صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. تقع مدينة شرم الشيخ على البحر المتوسط، على البحر الأحمر؟ ها، على البحر الأحمر. ممتاز. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.